السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح عليكم بالخير مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم من خلال شاشتكم شاشة تلفزيون قطر ومن خلال برنامجكم برنامج صباح الدوحة اللي يأتيكم يوميا من الساعة 9 إلى 9:30. طبعا نخص بالتصبيحة أمهاتنا وأبهاتنا ونقول الله يعطيكم الصحة والعافية. أعزائي المشاهدين مثل ما عودناكم في يوم الخميس دائما نتناول وياكم أسعار السمك خصوصا في سوق أم صلال أو السوق المركزي أو شبرة السمك مثل ما احنا نسميها. خلكم ويانا نشوف أولى المحلات هني ونشوف نتعرف على أسعار الأسماك. السلام عليكم. تعال لي هني لو سمحت. كيف حالك؟ عرف عليك شو اسمك؟ عبد السلام. عبد السلام. أيوة. الشعري كم اليوم؟ شعري 14 ريال 15 ريال بيها. 15 ريال الشعري. ايوه. الجد كم؟ جد برضو 15 صغير و13 12. الغلي هذا الغلي الغلي كم؟ أيوة. كم سعر الصغير؟ بس هذا 15 وايد عليه اعتقد. 12 بيها. 12 بيها 15 انا اقول كبير بس كبير ما يندي خلاص يعني. زين. في عندك بعد المطوع اللي الفرش. ايوه. الفرش كم؟ الفرش برضو 8 ريال. 8 ريال. البياح هذا البياح هذا مال وين؟ أوماني. أوماني ما بدوها. أوماني 15 ريال كيلو. 15 ريال. السولي الشعري السولي. أيوة. السولي بكم؟ 10 10 ريال. اي. عندك الشم. الشم كم سعره؟ شم 8 ريال. 8 ريال الشم. اخره كم؟ سمك ما في اليوم. سمك وايد غالي. 200 ريال اشتري هنا. زين. زين. تعال معي تعال. احنا يقول ان السمك اليوم شحيح في السوق. هذه اللحلاحه كم؟ 4 ريال كيلو. 4 ريال لحلاحه كيلو. هي 4. زين. والناعوض. الناعوض كم؟ 4 ريال 5 ريال بيها. 5 ريال للناعوض. زين. والمطوع طبعا كلام 8 ريال صغير هذا الحين 5 ريال صغير. 5 ريال صغير. زين. مشكور. شكرا. الله يسلمك. الله يبارك. شكرا. انتقل اعزائي المشاهدين للمحل اللي بعده. السلام عليكم. كيف حالك؟ تعالي هني تعالي. أنا أول شيء بسألك عن الصافي. صافي مالوين هذا؟ هاي شمال. هذه رويس. صافي الشمال سمين؟ لا هاي رويس. رويس رويس رويس. إيه. بكم الكيلو؟ كيلو هذه 50. 50. زين. الخثاق. الخثاق مالوين؟ هاي دوحة. خثاق مال الدوحة بكم؟ 30. 30 ريال. زين. وهذه الصافي اللي هني أشوفه مالوين؟ هاي دوحة. صافي الدوحة بكم؟ هاي 25. 25. زين. تعال معي تعال معي نشوف. أول شيء النيسر. النيسر أو العقلة كم؟ 10 ريال. 10 ريال. والربيب على كم؟ ربيب 25. 25 الربيب. في عندك أشوف شعوم. شعوم. شعوم مال وين هذه الشعم؟ دوحة. مال الدوحة بكم الكيلو؟ هذه 20. 20 ريال. ما تترون ما تنزل شوي؟ ممكن بيها شيء ريالين ريال واحد. زين. في عندك الشقرة والحمرة. هذه الحمرة بكم؟ 35. 35. ايه. زين. في النيسر. نيسر العربي هذا. نيسر العربي 15. نيسر العربي بكم؟ 15 ريال. 15 ريال. زين. في اشوف عندك سكن. سكن. خلنا ناخذ لفة على الدتشة ونشوف ايش فيها. السكن. السكن هذا بكم؟ سكن اليوم 22. 22. والخباط الشنعد الخباط نار اليوم 55. 55. نشوف عندك بعد الكوفر. الكوفر الصغير هذا بكم؟ هذه 13. 17. 13. 13. 13. والعيفة بكم؟ عيفة 7 ريال. 7 ريال للعيفة. مشكور. شكرا. حياك الله. الله يحييك. طبعا مشاهدينا اليوم نلاحظ ان في نوعا ما في ارتفاع في اسعار الاسماك. خلنا نشوف بعد نكمل نكشف الارتفاع كامل نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. تعال قرب عندي هنا. الكراري كم؟ كراري 16 ريال. 16 ريال الكراري. الصمان على كم؟ صمان 18. 18. الشعري كم؟ شعري اكبر فيه موجود 20 ريال بعد وسطه فيه 13 شكله. زين. اشوف عندك بعد الكوفر. الكوفر كم؟ الكوفر هذا وصل هذا 19 ريال.
19 ريال كوفر. الفسكر بنت النوخذه كم سعرها؟ 14 ريال فسكر. 14 ريال الفسكر. الشعري الصغير هذا شوية بس هذا يجي ممكن 15 13 شكل 15 13 زين. مشكور مشكور جزاك الله خير. شكرا. طبعا اعزائي المشاهدين انا ودي اراويكم نشرة الاسعار. طبعا في نشرة تصدر يوميا. السلام عليكم. سلام. تعالي هني تعالي تعالي احنا بناخذ عنك ريوبك. تعال تعال كيف حالك؟ الحمد لله خير. شو اسمك؟ عبد الصمد. عبد الصمد. الصافي هذا مال وين؟ هذه ملع الخور. هذه الكور قلمنا في الريبرات. مال الخور بكم الكيلو؟ هذه شوف هذه 45 ريال. سمك غالي اليوم عبد الصمد. غالي واجب عشان هواء يعني خفيف سمك يجي. عشان الهواء اليوم يعني. لا يومين قبل هواء اليوم خفيف سمك يجي ما ياسر. طبعا السمك اعزائي المشاهدين مثل ما قال او تفضل اخونا عبد الصمد فعلا الهواء هاليومين زايد وتارس احنا نقول لذلك السمك شحيح بالسوق. الخباط كم عبد الصمد؟ 50 ريال بيه تمام. 50 ريال الخباط. 50 ريال صغير صغير. الهامور الهامور الكبير هذا 45 ريال كبير 50 45 الهامور كبير. زين انا اشوف عندك منقسي الكم الكبير. الكم الكبير هذا مال وين؟ دوها. كم سعره؟ 10 ريال كيلو. 10 ريال اخره كم؟ تسع ريال ما مشي. تسع ريال. تسع ريال زين. الشعري كم؟ الشعري بعد اليوم 10 ريال كيلو. 10 ريال. الكوفر انزين الكوفر بكم؟ كوفر اليوم 13 ريال كيلو. 13 ريال. الفسكر بنت النوخذه كم عندك؟ 12 ريال كيلو. 12 ريال؟ اي والله. زين. مشكور يا عبد الصمد. شكرا. الله يبارك الله فيك. شكرا. طبعا اعزائي المشاهدين مثل ما شفتوا في ارتفاع نوعا ما في الاسعار وذلك يعني يرجع لاسباب سوء الاحوال الجويه طبعا. السلام عليكم. تعالي هني تعالي. كيف حالك؟ الحمد لله. اعرف عليك شو اسمك؟ ايه اسمك؟ انا حسن. حسن. حسن هذا الصافي مال وين؟ هذه اهم شيء الصافي. دوها. صافي مال دوها. هذه كم الكيلو؟ كيلو هذه اليوم 40 35 35 40 35 لا عطني سعر محدد كم؟ هذا 40. طيب زين. في عندك السلمون. السلمون هذا مال وين؟ هذه مال النرويج. نرويجي. كم الكيلو؟ ايه كيلو 60 ريال. 60 ريال الكيلو. 60 ريال. طيب السيباس هذا مال وين السيباس؟ سيباس مال تركي. تركي. بكم الكيلو؟ هذه 33. 33. خلنا نشوف بعد الخباط. الخباط الخباط كناد باسد هذه 55 56 55 56. الحمره هذه عمره هذه عمره متوسط هذه 48 45 48 45. النيسر العربي اشوف عندك في زياده ولا بس هاي الموجود عندك النيسر هذا الصغير هذا نيسر عربي شوي فيه سير هذه 25 25 نيسر عربي. ايوه 5. زين. في عندك الصمان او هذا اي كم سعره؟ هذه 20 ريال. 20 ريال. بعد اشوف في سمك هناك عندك الناعوض. الناعوض الكبير اليريور هذا. هذا مو بناعوض هذا يريور ما شاء الله. هذا يريور عود طبعا مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين من يعني من الاحجام الكبيره من النواعيض. كم هذا اليريور؟ هاي 9 ريال. 9 ريال. زين هذه كم كيلو فيه يمكن؟ هذه 17 كيلو فيه. 17 كيلو. وهذا كبير. هذا كبير. هذه 17 كيلو فيه. ايه لا فعلا كبير. طيب مشكور. شكرا. شكرا جزاك الله خير. شكرا اعزائي المشاهدين احنا للحين ما رويناكم اللي هي النشره. لازم نشوف النشرة، نشرة الأسعار. أعتقد أنها عند أحد الباعة هناك موجودة. طبعاً ارتفاع الأسعار هذا يعتبر شيء طبيعي. لأن البحر يرتبط ارتباط كلي بالطقس. سبحان الله. سلام عليك. كيف حالك؟ زين الحمد لله مدير. صافي مال وين هذا؟ مال دوحة مدير. صافي الدوحة بكم؟
35 ريال. 35 ريال. انزين الهامور هذا الكبير كم؟ كبير هذا 40 ريال. 40 ريال الهامور؟ ايوه 40 غالي واجد. غالي زين. عندك الينم، ينم كم؟ ينم ركيس، ينم في 8 ريال. 8 ريال ينم. عندك الخباط الشنعد؟ 55. 55 الشنعد. ايوه. زين. في عندك الشعري، الشعري كم؟ الشعري هذا شوي صغير، هذا 8 ريال. 8 ريال الشعري، زين. مشكور. شكرا. اعزائي المشاهدين انا اشوف احد بهاتنا، مرحبا صباح الخير. احد بهاتنا هني في السوق. السلام عليكم. صباحك الله بالخير يبا. شلونك؟ عساك طيب؟ الله يخليك. تعرف عليك بداية. انا محمد نور العمادي. ونعم ونعم يبا. اقول سعر السوق اليوم غالي. لا اليوم غالي كلش. اظنتي من الهواء. طبعا حتى السمك السوق مالي. كل المواصلات فاضية. نعم. والسبب؟ السبب الهواء. الهواء والحر شوي بعد ما يروحون قلوا يروحون. اي نعم. انت يبغى اشوفك من الصبح هني ما شاء الله عليك. شحسن السمكه تحبها انت؟ انا اخر تركي سمك اي وطافي، ومن اذا كان هاي شو اسمه المصري يسمونه البلطي. البلطي بس هذاك البلطي هناك طازج عند حي. صح هذا يبونه حي عندهم المزارع. هاي المزارع مال الدوحة هاي. زين. وتشوف أسعار المزارع أحسن ولا السمك الصيد الحي أحسن؟ لا طبعاً الحي أحسن من هاي. صيد الدوحة أحسن. طبعاً البحر خاصة بعد أسعوه في الليل على الكورنيش هناك. أي عاد هناك عند الصيادين. كلش مو ما في ثلج. الله يعطيك العافية. يسلونه لك هذاك. لا مو يجيك صادق. نعم. الله يعطيك العافية يبا. جزاك الله خير. الله على القوة. تسلم. الله يخليك. شكرا شكرا. نشكر طبعا أبهاتنا اللي يجون السوق هني. احنا ودنا ناخذ معاهم لقطات كلهم ولكن الوقت ما يسعفنا. السلام عليكم. تعالي تعالي هني. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ عبد العزيز. عبد العزيز. الناعوض كم؟ نعوض عليهم 6 ريال. 6 ريال ناعوض. حجمه زين. حجمه زين بعد. ناثي يعني إيه مبين. إيه اللحلاح كم هذا؟ اللحلاح 3 ريال 4 ريال صغيرة شكل 7 ريال؟ لا 4 ريال. 4 ريال. خلنا نشوف الشعري السولي. سولي السولي كم؟ 7 ريال. 7 ريال السولي. زين. الصافي مال وين اللي عندك في الثلاجة؟ عندك هذه وكرة. صافي الوكرة. وكرة كم الكيلو صافي الوكرة؟ اليوم أنا بيا 25 تقريبا 30. فاتورة يجي 40. 25 30. الفسكر عندك بكم؟ فسكر 10 ريال. 10 ريال؟ أنا شفت محل ثاني شوي أرخص. أرخص؟ ما في مشكلة. 8 ريال زبون فيه 8 ريال بيا ما في مشكلة. زين. زبون على طول يجي. زين أنا خلك الحين أنا أبي أتكلم عن المقاييس. ممكن أخوي المصور يعني يساعدني شوية. شوي اسعفنا المصور في تصوير القياس. طبعا ممكن تشوفون اعزائي المشاهدين هذه اللي هي مقاسات الاسماك المسموح بيعها. مثلا على سبيل المثال الصافي اذا يعني حجمه كان اقل من هذا او الجش او الشعري. فلذلك هذه المقاسات المسموحه للحفاظ على الاسماك في البحر. نشكر وزارة البلدية والبيئة طبعا على مجهودهم او وزارة او إدارة الثروة السمكية. نشكرهم طبعا على هذه المجهودات. ممكن نحن يعني نعتمدها في بيع الأسماك او يعتمدونها الباعة. لذلك هذه امور مهمة جدا للحفاظ على الثروة السمكية. نشرة عندك؟ النشرة ممكن نشوفها مال اسعار. جيب نشرة. احنا بعد بنراويكم النشرة طبعا اللي تصدر يوميا من وزارة الاقتصاد والتجارة. ايوه هذه اعزائي المشاهدين هذه هي ممكن تطلعون عليها. هذه النشرة ممكن يشوفها اي شخص او اي حد جاي يتسوق في سوق ام صلال ويحدد طبعا فيها السعر الاعلى للكيلو وللنوع سواء كان يعني سمك محلي او مستورد.
نشكر طبعا وزارة التجارة والصناعة، إدارة التراخيص ومراقبة الأسواق على مجهودهم. لذلك احنا نشوف طبعا نشوف ارتفاع في الأسعار، ولكن في النهاية تبقى الأسعار لها سقف معين. تعال. شكرا. جزاك الله. شكرا. طبعا احنا يعني ودنا احنا نطول وياكم، الوقت يداهمنا اعزائي المشاهدين. السلام عليكم. تعال لي هني، كيف حالك؟ عندك شعم؟ ايوه هذه مال شمال. كم الشعم؟ شو ما ادري 45 ريال. 45. تعال لي، تعال لي هني، تعال تعال. تعال وين بتروح عني؟ هذه الصافي كم؟ صافي اللي ما ادري 45 ريال. 45 الصافي. الحمرة كم هذه؟ حمرة هذه 34. 34. الشنعد، الشنعد الخباط هذا على كم؟ هذه 56 ريال. 56. الصافي، الصافي مال وين هذا؟ هذه مال الخور. مال الخور؟ ايوه مال الخور. كم الكيلو؟ هذه كيلو 45 ريال. 45. السيباس اللي هناك مال وين؟ مال تركي. تركي، كم الكيلو؟ كيلو 35 ريال. 35. هذا اعتقد اللي هو الحبار هذا الصغير. ايوه حبار. مال وين؟ هذه مال عمان. عماني؟ عماني. كم الكيلو؟ كيلو هذه 25 ريال. 25 ريال، زين مشكور. السلام عليكم. طبعا اعزائي المشاهدين احنا بننتقل للجهة المقابلة. طبعا الوقت يداهمنا لكن نحاول نغطي أكبر. السلام عليكم، تعالي. كيف حالك؟ زين. النيسر هذا كم الكيلو؟ على بيك 18 ريال. 18 ريال، طبعا اعزائي المشاهدين احنا ودنا نتكلم شوي عن النيسر، ممكن نشيل هذا عنه. النيسرة هذه خصوصا في هذه الأيام، أيام الهواء والضربات تكثر في السوق وتزيد، وطبعا هاي موسمها الحين في البوارح. تتميز أعزائي المشاهدين طبعا أن فيها شحمة، فيها شحم لونه مثل يعني يعطي لون مثل اللون الأحمر فيها. طبعا فيها قيمة غذائية عالية. كم كيلو النيسر؟ 18 ريال. 18 ريال يقول عنده، ما أعرف آخره كم؟ آخر 15 ريال آخر لازم. 15 ريال، زين. الهامور، الهامور كم الكيلو؟ هذه 50 ريال آخر. 50 ريال هامور. الصافي مال وين هذا؟ صافي هذه رويس مال. رويس رويس. رويس بكم؟ رويس هذه 35 ريال كيلو. 35 ريال، نشوف عندك هناك، نروح. تعال لي شوي، تعال لي نشوف وياك. الفسكر، الفسكر، فسكر كم؟ 12 ريال. 12 ريال الفسكر. في عندك الشعري، الشعري الصغير هذه كم الكيلو؟ هذه 10 ريال، هذه 8 ريال. اي شويه صغير 8 ريال، هذه كبير 10 ريال. 10 ريال، انزين. تعال تعال لي، تعال لي نشوف بعد. اللحلاح، اللحلاح هذا في صغار وفي كبار. سيم ريت اصغر هذه كبير صغير سيم ريت 6 ريال اخر. 6 ريال. زين، في عندك اشوف البلطي، البلطي الاحمر. البلطي المصري الاحمر كم هذا؟ سري هذه 12 ريال اخر. 12 ريال. اخر 12 ريال اخر. هذا مستورد. ايجيبت. ايجيبت مصري. طيب مشكور. مشكور، شكرا، سلام. شكرا. شكرا اعزائي المشاهدين، احنا الدتشة هذه طبعا كبيرة، ولكن بنحاول ان احنا ناخذ لفه عليها نشوف معاكم. انا اشوف اسماك طبعا البياح، بس ما في حد هني. تعال لي هني لو سمحت. ما يبغي، ما يبغي، بنروح حق اللي بعده، اللي بعده. السلام عليكم. لا حد. تعال تعال تعال، كيف حالك؟ الحمد لله زين. شو اسمك؟ صديق احمد. صديق احمد. صديق، هذا السلمون مال وين؟ من نوروي. نرويجي. اي كم الكيلو؟ اي 60 ريال. 60. 60 ريال. اي زين. في عندك هني صافي، اشوف الصافي هذا مال وين؟ صافي مال دوحه. كم الكيلو؟ 40. 40 ريال الصافي. الشنعد، الشنعد هذا بكم؟ هذا 55. 55. اي والخباط الصغير سيم سيم 55.
55 هذه صيد منصب هذا ها؟ هذا حزاز المنصب عليه مبين. كم آخر الخباط؟ إيه آخر 50 ريال هذه. زين. والهامور الهامور على كم؟ هامور 48. 48. عندك بعد السلطان سلطان باسي. باسي 20 ريال. 20 ريال مال وين؟ مال دوحة. زين. شوف بعد عندك هني الكراري. أي كراري. الكراري الكراري على كم؟ 16 ريال. 16 ريال؟ إيه. آخره كم؟ هذه 15 ما فهمش. طيب. خلنا نشوف كذلك عندك العيفة هذه العودة العيفة على كم؟ ف 7 ريال. 7 ريال. 7 ريال العيفة الكبيرة هذه. إيه كبير. زين النيسر هذه النيسر على كم؟ نيسر 10 ريال. 10 ريال النيسر. ولكن يا مشاهدين ودنا ننوه على مسألة ألا وهي النيسر هذا غير النيسرة العربية اللي شفناها قبل شوي. هذه مستوطنة تعيش في المياه القطرية، ولكن النيسرة الثانية تعتبر من الأسماك المهاجرة والتي في مواسم معينة وموسمها الآن اللي هو البارح، هذيك الصغيرة. أما هذه فهي تعتبر من النيسر المستوطن واللي يعيش في الفشوت وفي يعني في مياه دولتنا الحبيبة قطر. زين اليانم اليانم على كم اليانم هذا؟ 6 ريال. كم؟ 6 ريال. 6 ريال. القرقفان القرقفان كم؟ 10 ريال. 10 10 ريال القرقفان مال وين؟ مال الدوحة. مال الدوحة. زين في عندك مطوع؟ أيوة. مطوع كم؟ 12 ريال. 10 ريال المطوع. السيداف او الاحلاح كم؟ الاحلاح 7 ريال. 7 ريال ما تنزل؟ 6 ريال ما فيش. 6 ريال. القبقب القبقب على كم؟ 18. 18. اي مكان. ال ال كله مكنه ها؟ اي. زين في عندك هذه مستورد هذا مال وين؟ اي مال دوحة. مال دوحة هذا بس صندوق صندوق هذا مال وين؟ لا صندوق كم الكيلو هذا؟ اي 7 ريال شي 7 ريال. 7 ريال؟ شكرا مشكور. نشكر طبعا اعزائي المشاهدين نشكر الباعة على تعاونهم معانا. انا ودي اني اخذ جولة وياكم يعني في السوق كله، ولكن الوقت يداهمنا. وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم. في الختام لا يسعني الا ان اشكركم على حسن المتابعة، واقول تابعونا ان شاء الله في الاسبوع المقبل، ونهاية اسبوع سعيد ان شاء الله عليكم وعلى أمة محمد. حياكم الله.